بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا إسماعيل ساكت من مدنين، عمري 27 سنة، نخدم تاجر في مدنين. يسر علي ربي، معناه باش حبيت نعمل عمرة أنا والوالدة، قسينا في أجونس في مدنين. من بعد نهار 18/2/2014 قابل نهار 3 العشية، جينا من مدنين في اتجاه صفاقس، باش نطلع ان شاء الله نمشي نعملوا عمر انا والوالدة. كي جينا في المطار متاع صفاقس، شدينا صف، الوالدة طبعوا لها في الباسبور متاعها، وانا قالوا لي ممنوع من السفر. علاش ممنوع من السفر؟ قال لي ما نعرفوش حاجة نجهلوها يعني. ويا ولدي شوفوا لي كيفاش نعمل، امي مرأة كبيرة في السن وكذا، معناها يلزمني نرافقها وما تعرفش تتصرف غادي وبرش حسابات. قالوا لي لا ما نجموش، عملنا اتصال مع الداخلية وقالوا لنا ممنوع من السفر. بعثت امي، مشت امي بروح، مرأة كبيرة، وانا قلت لهم شنو نعمل. قالوا لي تمشي لإدارة الحدود والاجانب في تونس. تقريبا بقيت، خلوني حتى نص الليل والماضي ساعة في المطار بتاع صفاقس. بعد رجوع الباسبور متاعي، شفت كيف ثم في صفاقس، بت فيه صباح، خذيت لواج وطلعت لتونس على أساس باش نقد أموري في نهير على الأقل، نسخالها عندي خطية، عندي حاجة بسيطة، معناها في نعرفش حاجة بسيطة باش نصافيها نتعدى ونخلط على الوالدة. معناها مشيت لإدارة الحدود والأجانب، تقريبا 9 متاع الصباح مشيت لهم. قعدت تم نستنى حتى 10:30 تقريبا. من بعد جاني المسؤول هذايا في قال لي شنو عندك، حكيت له القصة، أنا ما زلت ما كملتلوش. قال لي برا الإدارة شو اسمه مكتب العلاقة مع المواطن. مشيت المكتب المواطن مع المكتب العلاقة مع المواطن هذا، قال لي برا مش اعمل عريضة واعمل فوتوكوبي من الباسبور متاعك ومن بطاقة تعريف. مشيت عملتهم له، جبت. قال لي بقيت نستنى شوي، سكروا هما نص نهار، رجعت مع ماضي 1:30، خذا علي الدوسي وقال لي برا على روحك. قلت له راني نحب نشوفوا لي، معناه صفوا لي وضعيتي، نحب نلحق الوالده معناه. قال لي لا هذه من المستحيلات، معناه قال لي هذا بالنسبه للدوسي هذا يرجع لك، رجع عليك معناه بعد شهر هكاك، فهمتني؟ كي بعد شهر توفى الفيزا نتاع العمره. اي توفى الفيزا نتاع العمره، معناها هاي الفيزا بتاعنا، معناها دفع زوز ملايين و30 دينار، هذه الفيزا بتاعي معناها توفى بعد شهر معناها، فهمتني؟ في مطار صفاقس، في مطار صفاقس في البداية شنو قالوا لك؟ قالوا لك استنى ولا قالوا لك ممنوع من السفر؟ لا قالوا لي استنى معناها حتى طلعت الطيارة، من بعد قالوا لي راك ممنوع من السفر معناها، فهمتني؟ أنا سبحان الله الواحد صدقني يحس بروحه غريب، معناه كأنه مش تونسي ولا مش عارف كيفاش أنا، فهمتني؟ واحد مسلم في خدمته، مسلم في كل شيء، معناه حب يزور بيت الرسول، مقبرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه يحرموه معناه باش يشرب شربة من ما زمزم معناه. سيادتك عندك سوابق عادية؟ ما عندي حتى شيء، كل يوم في الطريق ندخل، أنا نخدم تاجر، ندخل كل يوم مدني جربة نخدم تاجر، معناه ما عمره ولا مرة توقفت حتى درج في مركز، ما عمري مشكلة، ما عندي مشكلة مع حتى حد معناه، حتى عداء، حتى في هنا في المركز الحدودي، حتى هنا في المركز الحدودي عدوا لي البطاقة على الريشارش، عدوا لي الباسبور على الريشارش، ما يقولي حتى حكاية معناه، علاش ما خلونيش نتعدى الله أعلم، فهمتني؟ الوالدة تو معناها وحدها في الوقت. الوالدة مشت وحدها كبيرة في السن، وحتى بالزهر معنا على الواحد على ما دخل بعض، وحتى الفلوس معنا اللي صرفناها، بلورو اللي صرفناها بقى عندي، فهمتني؟ والفاليزات زادت خلطونا حتى هما،
فهمتني، هالفاليزات عملتها مع الباسبور بتاعي انا، كل دخلتونا معناها حتى الفاليزات معناها بتبش بتاعها هي بقى في الفاليز بتاعي انا، فهمتني، والدبش بتاعي انا مشى فيه في الفاليز بتاعها هي. فهمتني، سامحني، انت قلت لي فما شفت ناس اخرين زادت منعوا. فما تقريب 3 ولا 4 شباب اخرين زاد شفتهم، منهم واحد شخص هو وزوجته معناه تقريبا، حتى ولا 10:30 ولا 11 بتاع الليل حتى شفته منعوا قاعد في من الصالة. أداء العمل. ايه حتى جيت نحكي معاه قلت شنو هي مشكلة، وين مسافر انت؟ قال لي ماشي للسعودية معناه لأداء فريضة العمرة. باهي خويا، انت تو شنو تطلب؟ معرفش يعني، نحب يصفوا لي وضعيتي، نحب نلحق امي غادي على خاطر انا خاسر فلوس وكذا وفيزا معناها شهر هي الفيزا، يلزم معلش يلزمني يشوفوا لي حل معناها. كان عندي حكايه يا اخي، عندي مشكله، عندي حاجه حاسبني، يربطني في الحبس، عندي حكايه حاسبني، ما عندي شيء يخليني نمشي على روحي. علاش نحرم نتحرم ماني من ما نمشيش للسعوديه؟ علاش نتحرم انا؟ بارك الله فيك. فيك بارك.